بمبادرة من مجموعة أطباء يعملون بمختلف مستشفيات البوليدة، تمكنوا من إنشاء مركز اتصال واستشارة، أين يتلقى المركز يومياً أكثر من 70 مكالمة هاتفية من مدينة الورود وخارجها، من أجل الاستفسار عن بعض الأعراض في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث يتم توجيه المتصلين وإنشاء ملف يحتوي على جميع معلوماتهم. ارتئينا باش نديروا ان سونتر دابيل، مركز لاستقبال مكالمات نتاع الناس، باش نوجهوهم باش نحدوا من انتقالهم للمؤسسات الصحيه. ودائما في هذا الاطار نسيو باش نمدوا توجيهات ونصائح باش الناس نحولها الخوف والرعب اللي راه فيها، ونكون عندهم ان سونتيا سيكولوجيك، يعني نعاونوهم في النفسيه نتاعهم. بالرغم من التعب الشديد الذي نال من الأطباء أثناء العمل بالمستشفيات، إلا أن المركز يعمل 24 ساعة بالتنسيق مع مصالح الصحة لولاية البوليدة من أجل تقليص توافد المرضى على المستشفيات. الطبية راهي تخدم داخل المستشفيات وخارج المستشفيات. أنا راني كعضو في الجمعية ورئيس مكتب هنا البوليدة، عدة زملاء في القطاع يكمل الخدمة تاعو، يكمل على 5 ولا 6 تاع الشيء ويعيط لنا يقول لنا يا طبيب لا تسحقيتوا مساعدة نعاونوكم، لا تسحقيتوا توزيع المواد نجو نعاونوكم، لا تسحقوا ناس في مراكز الاتصال نعاونوكم. كاين حتى نساء يقول لك احنا ما نجموش نزغدو، عندنا تربية وشن هي، احنا أخصائيين، أعطيو الأرقام تاع الهواتف تاعنا، يعيطوا لنا في المنزل ونمدوا الاستشارة من المنزل، ولا كان لازم الحال نوجهوهم ولا لازم الحال حتى نروحوا لهم. مبادرة أصحاب المآزر البيضاء تستحق كل التشجيع والثناء، والتي أظهرت جانباً آخر من إنسانيتهم التي تعجز الكلمات عن وصفها.